السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحه جيدة بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد ولانه فيكم بأسعار لابتوب اتش بي في مصر 2023 ونبدأ لابتوب اتش بي 6565 ب 4000 جنيه مصري سعر ومواصفات اتش بي 745 جي 3

خمسمائة 400 خمسة وخمسين دي تو بخمس آلاف جنيه مصري لابتوب اتش بي خمستاشر رايزن إثري ثلاثة وخمسين يو تلتمية خمسة وعشرين يو رام اتناشر عشر ألف ستمية جنيه مصري لابتوب اتش بي ستمية واربعين جي تو ب 6000 جنيه خمس عفوا ب 5000 جنيه مصري لابتوب ديل اي 6320 ب 3000 جنيه مصري سعر مواصفات لابتوب اتش بي 850 جي 5 ب 10000 جنيه مصري سعر مواصفات لابتوب اي اس يو اس سوس اي, اي ثلاثة وخمسين إيه باربعة آلاف جنيه مصري سعر مواصفات <applause> إتش بي سبعمية وخمسة بآلفين وتلتمية جنيه مصري سعر لاب توب ااا مئتين خمسة وخمسين تمانية جيجا من إتش بي معالجة رايزن خمس تلاف, تلاف ويو يو اس باتناشر ألف تلتمية خمسة سنين مصري سعر ومواصفات لابتوب اتش بي اربعمية اه سبعين جي ثري بعشر تلاف جنيه مصري لابتوب لينوفو في اه خمستاشر اي دي اي اه اه 82 C 7007 YED ب 7300 جنيه مصري سعر ومواصفات اتش بي 8300 ب 2500 جنيه مصري سعر ومواصفات اتش بي 600 G2 ب 4000 جنيه مصري وبهذا قد اوقيناكم باسعار لابتوب اتش بي في مصر 2023 لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس دعم و والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته